إحدى احتياجات الطفل الرضيع. المم الرضاعة. الرياضة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية. كرة القدم. إحدى أدوات السباك. سباك الشاكوش. إحدى الأبراج المائية أو النارية. أسد. حد الدولة العربية يحتوي اسمها حرف الميم. مغرب. بالزاوية يعني آخر أقل من ثانية ودق. خمس أسئلة جاوب عليها، خلينا نشوف الإجابات إيش قد جابت النقاط. تفضل. إذن السؤال الأول كان إحدى احتياجات الطفل الرضيع، وقلت المم يعني المرضعة، وكانت هناك 15 نقطة. السؤال الثاني رياضة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، قلت كرة القدم. خلينا نشوف كرة القدم إيش قد تعطيك نقاط. 29 نقطة، جيد. السؤال الثالث إحدى أدوات السباك، قلت الشاكوش المطرقة. 9 نقاط، موجود. السؤال الرابع إحدى الأبراج المائية أو النارية، قلت برج الأسد. 22 نقطة. السؤال الأخير كان حدد دولة عربية يحتوي اسمها حرف الميم. آخر لحظة قلت مغرب. مغرب، ومغرب صح. 21 نقطة. إذن أخذت الآن 96 نقطة، جيد. نعم. ممتاز. تفضل وخلي ندز نشوف، ندز على الأخ علي. الأخ علي المفروض يجيب الآن أكثر من 100 نقطة، يعني يجيب بالضبط 104 نقطة حتى يوصلون إلى 200 نقطة. خلي يجي الأستاذ علي حتى نسأل هذه الأسئلة الخمسة. تفضل أستاذ علي. السؤال الأول إحدى احتياجات الطفل الرضيع. المامة. غير. الحفاظة. رياضة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية. كرة السلة. إحدى أدوات السباك. السباك الكفوف. إحدى الأبراج المائية أو النارية. برج مائي. برج مائي. باس. حد الدولة العربية يحتوي اسمها حرف الميم. مغرب. غير. عندك باس، ما رجعنا لنا لأن الوقت خلاص.